ديال الساعة 22-23 إن شاء الله. سفيرة ديال العرايش تنوان نبات مراكش العرايش لمدة ديال 3 سنوات متتالية. اليوم كنا مع جولدن فاشن في واحد انفورماسيون للناس اللي باغين زعما يستافدوا معاها ان شاء الله. صافي تما اللي كنت باغيين نتعلموا اكثر وباغيين نتعلموا اكثر في هذا الدومين هذا. ايكول جولدن فاشن كتواجد في مارتين وهي اللي تقدروا انكم تجيو تكونيكتوا معاهم على ابسط الحوايج اللي كنتوا وهذا الشيء اللي كاين. ميرسي. في المدرسة ديال دون فاشن تصميم الأزياء واحد الندوة ما نقولش فورماسيون واحد الندوة على تصميم الأزياء شنو هو وشنو العلاقة ديالو ما بين فوتوغرافي وميك اب ارتيست كوافور دي شوفو عارضات توب موديل شنو هو وشنو هاد العالم علاش تصميم الأزياء وشنو الآفاقات ديالو واللي تقدر تخدم فيها واللي تقدر تغادي. والحمد لله الندوة نجحت واحد النجاح اللي ما كنتش كنتصورو وإن شاء الله كنوعدكم نعملكم ندوات اخرين بالطلب من الناس من الحضور اللي كانوا معنا اليوم. نزيدو نكبروا لضيقة الساعة ما قدرناش نهضروا في كل شيء لانه واحد البحر كبير ولكن الحمد لله قدرنا نوصلوا هذا الشباب هذا اللي طلع مبوع في هذا المجال. واحد الحاجه مختصره غير في الخياطه والماكينه يعني الواحد خصو يكون منفتح على بزاف الحاجات باش يقدر يكون مصمم. شي رساله شي من يكون رساله ديالي لهاد الشباب ملي نقول لهم اللي قلت لهم في القاعه نقول لهم دابا عزوا الخدمه ديالكم تعزكم لان الا بغيتي واحد الحاجه راه غادي تعطيك الا ما بغيتيش حتى شي مصمم. مدرسة جولدن فاشن كصبر هي أول مدرسة بتراب عامل كمدية قلنا كيف جات فكرة تأسيس هذا المدرسة؟ هي مدرسة مدرسة عملت في تقريبا 3 سنين الفكرة أصلا هاد الندوة هي أصلا بحال اللي نقولوا الخطوة الأولى ديال جولدن فاشن لأن أي واحد خصو يعرف شنو الفرق ما بين تصميم الأزياء وشنو هي الخياطة لأن الخياطة عندها عالم ديالها بوحدها تصميم الأزياء عنده علامة ديالها بوحدها وماشي أي واحد يتعلم يقطع بالمقاس يقول هو تصميم الأزياء لأن خصو عنده واحد المراحل كثيرة ويدابز ويطيح وينوض ويدابز ويطيح وينوض باش يقول هو مصمم الأزياء. أنا معهم اليوم فقط مش أنا نكمل بعض هذا المجال نتحدث على القضايا المفهومية الأفق ديالو رفقة الأصدقاء اللي كانت هنا عارفة الأزياء الشخصية اللي هم مختصين في الميك اب والشعر وحنايا كأساتذة في هذا الدومين بدينا نعدلوا واحد الفورماسيون كتكوين للناس اللي باغيين نعرف شنو العلاقة هذا الدومين تسمى الأزياء وعلاقته مثلا بالميك اب والتصوير إلى آخره. كانت فورماسيون مزيونة بزاف والناس تبدو بها والحمد لله باش كتشوفوا الناس مع بعض الناس اللي هم فرحانين وكذا فهذا هو النجاح اللي دازو. الحاجة اللي كنت أنا كنركز عليها بزاف هو أن نوضح للناس مثلا شنو ستيليزم كمادة اللي أنا كنقرر في هذا الليكول الأثر ديالو شعار كيتطلب منا من التلميذ أنه يقرا ولا كتخصص باش ياخذو ومن طو يعني حاولت نوضح لي هو إلا مشيت للتاريخ على أساس تساؤل الناس يعني كنجاوب على تساؤل ديالهم فحتى نتوما تبارك الله عليكم نفسي بزاف بزاف حيت كنوصلوا واحد الرسالة من خلال الصحافة أننا تزيدو تبينونا أكثر فشرف لنا تواجدكم. شكرا. حاليا كما عندنا عند جولدن فاشن هاد الندوة هادي اللي عملت في السيد في الوضع بصفة عامة كنشكركم على هاد الندوة هادي اللي كانت رائعة صراحة كوني كعارض أزياء يعني الشهادة على الندوة معكم هنايا وشكرا لكم. خاصة المصممة اللي عملتها في المنطقة الصغيرة شكرا.
واش باش نقول لكم هذا الشهاد زعما ماشي صغير. المهم هما خصو غير التركيز والموهبه وصافي وواحد العزيمه باش غادي نكمل واحد مزيان اكزاكت. شنو هي الطموحات ديالك؟ الطموحات ديالي واش في هذا الدومين؟ في هذا الطبيعي حنا نناقشوا هذا الدومين نكمل بمسيره مزيانه ان شاء الله. صافي ان شاء الله. شكرا.